طريقة تثبيت خدمات جوجل وتطبيقات جوجل على هواتف الهواوي ميت 30 برو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم مصطفى حسن. اليوم جاكم شرح مهم جدا وأكيد الكل راح يحتاجه لمستخدمين أجهزة هواوي ميت 30 برو. طريقة تثبيت خدمات جوجل وتطبيقات جوجل على هواتف الهواوي ميت 30 برو بطريقة سهلة جدا، وراح أحاول أبسطها لكم وأحكي براحتي على مود ما نتقيد. بالبداية راح تحتاج إلى فلاش او ذاكره خارجيه اللي هو الفلاش اس دي، وكذلك التحويله اللي تربط بيها الفلاش وعلى مود تربطها بالهاتف كذاكره خارجيه. هاي مهم جدا، لازم يكون عندك فلاش خارجي وتوصله مالته على مود تربطه بالجهاز. هذا راح نحتاجه انه نخلي الملفات بداخله. طبعا هسه راح نربط الفلاش بالهاتف على مود انه يقرا كذاكره تخزين خارجيه، ونختار انه هو يكون قراءه ذاكره التخزين على نقل الملفات. هسه نروح على مدير الملفات وندخل على الفلاش اللي هو الذاكرة الخارجية. من بعد ما تدخل عليها لازم انت تكون هنا محمل مسبقا اللي هو هذا المجلد او هذا الملف اللي هو الجي ام اس. هذا الملف رابط تحميله موجود بالوصف مال هذا الفيديو باكثر من طريقة للتحميل. لازم تحمل هذا الملف من خلال حاسبتك او من خلال هاتف اخر او من خلال نفس هاتفك وتخليه بالذاكرة التخزين الخارجية. لازم يكون هذا المجلد بذاكرة التخزين الخارجية، وبعدها تربط ذاكرة التخزين الخارجية بهاتفك. بعد ما يكون هذا الملف بالذاكرة الخارجية مالتك وتدخل عليها، راح تسوي له استخراج. اضل ضاغط عليه وتسوي له استخراج الى، وتقول له موافق. هنا راح يستخرج المحتويات مال هذا المجلد. راح يطلع لك المجلد شنو محتوياته. هنا يحتوي على ملف ومجلد. الملف هو مكتوب هواوي، والمجلد هو مكتوب عليه جوجل. المجلد هذا بتطبيقات جوجل حاليا تتركها وترجع لنفس الخطوه. من يذبك على هاي التطبيقات او انت اصلا من راح تدخل راح تلقى انه التطبيقات او المجلد هذا مالتك اللي سويت الاستخراج راح تلقيه موجود مجلد مفتوح الضغط، هياته موجود هو ومحتوياته. هسه نجي هذا المجلد اللي اسمه هواوي اللي هو ايضا مضغوط، تضغط عليه وتسوي له ايضا استخراج. بعد ما تسوي له استخراج هنا راح يطلع لك مجلد اسمه هواوي بمجلد اسمه باك اب. هذا راح نحتاجه هسه. هسه انت بعد ما وصلت لهي المرحله وصار عندك مجلدين، واحد جوجل وواحد هواوي، عندك طريقه سهله جدا. المجلد اللي اسمه هواوي تاخذه نقل للدليل الرئيسي اللي هو الفلاش، تاخذه لمحتويات الفلاش الرئيسيه للمسار الرئيسي اللي هو محرك اقراص الصلبه اليو اس بي، تاخذه تسوي له نقل. اذا المجلد اللي اسمه هواوي تحطه بالدليل الرئيسي اللي موجود بالفلاش، هيئة الملف اسمه هواوي وداخله باك اب. ترجع هسه نفس الملف من السعر الرئيسي راح تلقى بيه بس مجلد جوجل، مجلد جوجل نفس الحاله، وتاخذ نقل. بس وين تاخذ نقل؟ للدليل الرئيسي لذاكره التخزين الداخليه اللي هي ذاكره الهاتف. اذا مجلد هواوي يكون بالذاكره الخارجيه بالدليل الرئيسي، وكذلك مجلد جوجل يكون بالذاكره الداخليه للهاتف. مجلد جوجل تاخذ نقل، بعد هنا تضطر المجلدات الاخرى تضغط عليها وراح تختار ذاكره التخزين الداخليه الخاصه بهاتفك، تدخل عليها وتخليه بالدليل الرئيسي الخاص بهاتفك، تسوي له نقل. هنا راح يحصل عندك بالذاكرتين، يعني الذاكره الداخليه والذاكره الخارجيه، الداخليه بها مجلد جوجل والخارجيه بها مجلد هواوي. نتاكد منهن، ندخل على الذاكره الداخليه مال الهاتف راح تلقى بها مجلد جوجل موجود هياته وتعوفه. ترجع للذاكره الخارجيه مال يو اس بي وتدخل راح تلقى مجلد هواوي موجود وبداخله ملف او مجلد اسمه باك اب. بعد هاي الخطوه تطلع من التطبيقات كلها. هسه الطريقه صارت سهله جدا. بالبدايه تروح على الاعدادات، من بعدها تنزل للاخير وتختار التحديثات والنظام، بعدها تختار النسخه الاحتياطيه والاستعاده. هنا راح تختار وحده التخزين الخارجيه الخاصه بالفلاش اللي احنا رابطينه وخلينا به مجلد هواوي، فتختار وحده التخزين الخارجيه. بعدها راح تختار الفلاش اللي انت مختاره اللي هو وحده التخزين اليو اس بي، تضغط عليها. وهنا راح تلاحظ انه انت عندك استعاده الملفات احتياطيه مسويها نسخه سابقه اللي هو المجلد اللي احنا خليناه اسمه هواوي، تضغط عليه. هنا راح يسوي استعاده لبياناتك، بس يضغط عليه وتقول لك موافق قل استعاده. راح يقول لك اريد كلمه مرور، كلمه مرور موجوده اصلا من نفس الملف، يعني هي منوح عليها اللي هي اي والاصفار اللي بصفها. تدخل كلمه المرور، هنا تدخل كلمه المرور اللي هي حرف اي وسبع اصفار وتقول له موافق. هنا الجهاز راح يسوي استعاده وكذلك يقول لك مباشره، راح يقول لك تم، تقول له تم وراح تخرج من كل هاي الامور. بعد ما تقول له تم راح تلاحظ انه اكو تطبيقين انضافا للنظام اللي هو هذا التطبيق، طبعا لغه صينيه موجوده مال التطبيقات،
المهم ذني التطبيقين راح تلاحظ انه هن صارن بالجهاز، تعوف ما تسوي اي شيء، ترجع مره ثانيه لذاكره التخزين وترجع للدليل الرئيسي. هسه حاليا انت تروح لوحده التخزين الداخليه، تدخل عليها وتتوجه للمجلد اللي اسمه جوجل، تدخل عليه راح تلقى التطبيقات مال جوجل تثبتهن واحد واحد بالسره بدون اي مشاكل، مجرد تثبتهن كلهن، راح نثبتهن بشكل سريع ونرجع لكم. طبعا هسه انتهينا من تثبيت جميع التطبيقات، راح تخرج راح تلاحظ ايضا اكو تطبيقات انضافت للنظام اللي هو تطبيقات تطبيق جوجل والخدمات مالته، ايضا ما راح تفتح اي شيء، تعوفن هيج ما تفتح اي تطبيق. هسه بعد ما كملنا تثبيت تطبيقات جوجل ما تدخل عليها، تروح على التطبيقين اللي بالبدايه تثبتهم، تروح على هذا التطبيق اللي هو حرف جي باللون الازرق او البنفسجي، تدخل عليه وهنا راح تدخل التطبيق وتقول له، وهنا تطبيق اي اذونات تطلبها من عندك قل له السماح. هنا راح اول ما تدخل لازم تقول له تنشيط، هذا التنشيط مهم جدا على ما تعطي الصلاحيات الكامله، تقول له تنشيط وهنا تضغط السماح. هنا عندك راح تضغط على الزر الازرق هذا الكبير تضغط عليه، وكذلك على الزر الازرق الصغير هذا تضغط عليه، وهنا اول ما يطلع عندك علامه التعجب اللي موجوده هاي بالاعلى مباشره تسوي اعاده تشغيل للجهاز، اضغط ضغط على زر الباور وتسوي اعاده تشغيل، بعد ما يظهر لك اول خطا تسوي اعاده تشغيل مباشره. حاليا نشتغل الجهاز، اول ما تدخل على الجهاز راح تلاحظ انه تطبيقات موجوده، بعض التطبيقات اختفت اللي هي خدمات جوجل صارت من ضمن النظام وخلص عندنا كل شيء. حاليا هسه تدخل مباشره على تطبيق السوق بلاي وتسوي تسجيل وما عندك اي مشكله. طبعا راح اسوي تسجيل على حسابي واراويكم انه جوجل بلاي راح يشتغل عندنا بدون اي مشاكل. خلينا نسوي تسجيل دخول وارجع لكم. هنا أنا بعد اضافه الايميل وكلمه المرور نضغط على تالي. طبعا اجانا هنا بالجهاز ما تتحقق انه الجهاز انا جاي افتح حسابي من جهاز اخر. هنا راح اضغط مباشره موافق. وهنا عندي اشتغلت جميع الخدمات بدون مشاكل، وهذا الجوجل بلاي اشتغل عندنا بدون اي مشاكل او عقبات، وتقدر تحمل جميع التطبيقات مباشرة ورسمية. وهاي الطريقة افضل طريقة واسهل طريقة لتثبيت خدمات جوجل على اجهزة هواوي اللي ما تحتوي على خدمات جوجل. طبعا هنا السوق بلاي تقدر مباشرة تحمل اي تطبيق يعجبك مثل اليوتيوب، خلينا نحمل تطبيق اليوتيوب، ندخل ونحمل وكذلك نقله تثبيت بدون اي مشاكل، راح يتحمل وكانما الجهاز شيئا لم يكن. طبعا هاي الطريقه هي مجرد تعطي صلاحيات للتطبيق المعين على مود تقدر تثبت من خلاله خدمات جوجل. طبعا اكو ناس تسميها جوجل واكو ناس تسميها جوجل واكو ناس تسميها جوجل، فما عليكم هاي التسميات كلها واحد. طبعا هنا نكمل عندنا تثبيت احد تطبيقات جوجل الرئيسيه والرسميه اللي هو اليوتيوب. بعد ما تطلع من سوق بلاي راح تلاحظ انه اليوتيوب موجود من ضمن التطبيقات، تدخل عليه وتفتحه ما بي اي مشاكل او عقبات، والتطبيق راح يشتغل عندك بدون اي مشاكل. بعد ما نثبت خدمات جوجل وتشتغل عندنا بشكل طبيعي بدون اي مشاكل، لازم نمسح التطبيقات اللي طيناها اذونات او صلاحيات على مود ان نثبت لنا خدمات جوجل. فشلون نمسح هذين التطبيقين الصينيات؟ راح ندخل على الاعدادات وبعدها توجه على التطبيقات، من بعد التطبيقات توجه على التطبيقات، وهنا راح تبحث على التطبيقات اللي ثبتناهن وموجودات باللغة الصينية. طبعا اسمين راح تلاحظهن مباشرة من ضمن التطبيقات، وهذا أول واحد اللي هو هذا التطبيق الصيني، تدخل عليه وتقول له إزالة، راح تحذف هذا التطبيق مباشرة من الجهاز، لأن هي هاي آخر خطوة بعد تثبيت خدمات جوجل بدون مشاكل، لازم تمسح التطبيقات اللي ثبتتها الصينية. راح تنزل تبحث على التطبيق الثاني، كذلك هو نفس الاسم ايضا راح يكون باللغه الصينيه وبحرف جي اللي هو هذا التطبيق، هذا التطبيق لازم تمسحه، تضغط عليه وكذلك تسوي له ازاله. طبعا هذا التطبيق راح يطلب انه هو لين عنده صلاحيه زياده، راح اقول لك التعطيل والازاله، تضغط على التعطيل وازاله على مود تمسح التطبيق من الجهاز، تم ازاله التطبيقات. وهنا عندك الجهاز حاليا اشتغل بخدمات جوجل بدون اي مشاكل ولا عقبات. وطبعا ارجع اذكر انه جميع الملفات موجوده بالوصف مال هذا الفيديو. طبعا احب انبه انه هذا الفيديو لازم يتكرر اكثر من مره على مود تفهم الطريقه وبعدين تطبقها بدون اخطاء.
طبعا لازم اقول ان اي اخطاء صادره من قبل المستخدم او طريقه تثبيت راح تكون عندك خطا مو بالطريقه الصحيحه، انا اخلي مسؤوليتي عن هذا بشكل كامل، وانت جاي تثبت التطبيقات وتسوي هاي الطريقه على مسؤوليتك الكامله. انا ثبتت الطريقه واستخدمتها قدامكم شغاله وعلى جهازي الخاص بدون اي مشاكل، واشتغلت خدمات جوجل بشكل طبيعي. لهنا وصلنا، شرحت من عجبتكم الحلقه، اي مشكله عندك او استفسار خليها بالتعليقات، واذا ما مشترك بالقناه اشترك بالقناه، واذا عجبك الشرح اضغط لايك، وتابعنا على الفيسبوك صفحه تيك هواوي وجروب تيك هواوي، وكذلك على التيك توك. في امان الله.